معايا ايضا الاستاذ طارق رفاعي المتحدث باسم مركز معلومات مركز الوزراء. اعتقد ان انتم مطلعين بيانات استاذ طارق عن احوال الجو في الايام المقبله. مساء الخير يا استاذه لميس، ازي حضرتك؟ وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بيك. ويعني زي ما تفضل دكتور اسامه واتكلم، الحقيقه احنا مفعلين غرفه العمليات بناء على تكليف دوله رئيس الوزراء ضمن عدد من التكليفات في اطار العمل في مرحله ما قبل الازمه او وقوع الكارثه. كان في عدد 6 تكليفات، منهم تفعيل غرفه العمليات المركزيه بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تفعيل غرف العمليات بجميع المحافظات، اختار جميع السادة المحافظين برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى ومتابعة الموقف على الأرض، اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل السريع مع تساقط الأمطار والتأكد من جاهزية سيارات المسح والطلمبات وخلافه، تجهيز فرق طوارئ على الأرض في كافة القطاعات أو في أغلب القطاعات اللي بتتعامل مع مثل هذه الظروف زي المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والغاز، التنسيق بين المحافظات ومراجعة شبكات الصرف في المناطق اللي هي محددة. طيب خلينا نقسم اعتقد من المعلومات اللي عندنا وتقسيم خطورة التأثيرات الجوية على المحافظات، معرفش البيانات دي طالعة من عندكم ولا من الارصاد الجوية. احنا عندنا محافظات. ايوه يا فندم. اتفضل. تمام، حضرتك زي ما تفضلتي، هو فعلا في تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومع مركز التنبؤات في وزارة الموارد المائية والري، ومقسمين المحافظات لثلاثة كاتيجوري أو ثلاث. الكاتيجوريز دي؟ وأعتقد عندنا جراف يا جماعة على الشاشة لو ممكن يكون معانا. إيه الكاتيجوريز دي يا دكتور؟ المحافظات يعني متوقعين إن الآثار العاصفة تبقى شديدة زي البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء وقنا وأسيوط وسوهاج والسويس. دي محافظات ذات الخطورة الشديدة. تمام حضرتك. في محافظات ذات خطورة متوسطة من ضمنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وأسوان والأقصر وبني سويف والمنيا والغربية وكفر الشيخ، أما باقي المحافظات بتكون أقل من المتوسط. ده ناتج زي ما حضرتك تعلمي من التنسيق بين الجهات المعنية واللي هي ممثلة في غرفة العمليات، وبيتم اختيار المحافظات بهذا الموقف. طيب. احنا متوقعين يوم الاثنين سقوط امطار متوسطة تصل لسبعة ملي متر على سيناء وخليج السويس والصعيد والوادي الجديد. ده احنا بنتكلم على النهارده، يعني النهارده ابتدت الامطار شويه تسقط، لكن احنا الذروه عندنا بكره وبعده الثلاث والاربع، اللي هو امطار شديده على البحر الاحمر وصعيد مصر والصحراء الشرقيه، بتقل شدتها على سيناء وخليج السويس والوادي الجديد، والاربع سقوط امطار خفيفه على البحر الاحمر. يعني احنا بكره هو يمكن اليوم الاصعب طبقا للتوقعات اللي انتم بترصدوها. تمام حضرتك، وعلشان كده دوله رئيس الوزراء تواجد في غرفه العمليات المركزيه مرتين النهارده. المره الاولى يعني اطمئن على تواجد كافه الجهات المعنيه الممثلة في الغرفة، وعددهم حضرتك عبارة عن 12 جهة، 9 وزارات بالإضافة إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية وهيئة الإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. على رأس الوزارات وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الكهرباء والطاقة، إضافة إلى وزارة الإسكان ووزارة البترول. نعم. والتنمية المحلية والموارد المائية والري والنقل والبيئة. واكيد انتوا في مركز يعني المعلومات هتطلعوا بيانات كل شويه عن التطور الحاله، يعني مش بس الارصاد، بالتعاون مع الارصاد، يعني ان انتوا هتطلعوا بيانات يعني تخبروا الناس اولا ايه الطرق المقفوله، تعليمات، يعني لازم يبقى في يعني public information، معلومات عامه للمواطنين. المفروض ان حضرتك كل ساعتين بيطلع بيان من الغرفة بالموقف والمستجدات على الارض، اضافة الى ان حضرتك تقريبا كافة اجهزة الدولة بتعمل على نفس هذا الموضوع. نعم. والسادة المحافظين بنفسهم بيقودوا غرف العمليات، وبيتم التواصل مع المواطنين بالوسائل المتاحة. دولة رئيس الوزراء النهاردة وجه السادة المحافظين لاستخدام القنوات المحلية التلفزيونية والإذاعات المحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة قدر الإمكان لتوعية المواطنين. وسيادته يعني وجه السادة المحافظين بأن كل فيما يخص التوجيه على تخفيف حركة المواطنين قدر الإمكان في المناطق المهددة وتقليلها إلا في حالات الضرورة،
اضافه الى ان سيادته اطمئن ان بعض المناطق المنخفضه اطمئن ان حصل نعم. فيه تحريك لبعض المواطنين منها حرصا على سلامتهم. شكرا استاذ طارق رفاعي متحدث باسم مركز المعلومات.